الحلقات ال 23 من مسلسلات رمضان كلها كانت أحداث مشوقة، سواء الأعمال الوطنية أو الاجتماعية أو الكوميدية. اللي فاتوا حلقات امبارح خليه يتابع معانا ملخص لأهم أحداث الحلقات ال 23. معانا كمان الحلقات التامنة للمسلسلات اللي بدأت في النص الثاني من رمضان، زي مسلسل تحت الوصاية وجات سليمة وكشف مستعجل، فخلونا نشوف مع بعض بقى ملخص المسلسلات في سياق التقرير اللي جاي. الحلقات ال 23 من مسلسلات رمضان والحلقات الثامنة من النص الثاني لشهر رمضان شهدت أحداث مشوقة. البداية مع مسلسل حرب اللي شهدت حلقة امبارح اللقاء الأول بين الرائد عمر الإمام محمد فراج والتكفيري الشيخ عثمان أحمد السقا جوه مستشفى العريش العام. الرائد عمر راح هناك علشان يدور على معلومات تخص التكفير الهارب فريد، خصوصاً بعد ما أصيب بكريزة كلى أثناء التعامل مع قوات الأمن. طب أنت ممكن تفجر الستة كلهم أول ما تمشي، إيه اللي يضمن لي؟ كلمتي أوعدك لو مشينا من هنا مفيش حاجة هتنفجر ويبقى لا ضرر ولا ضرار. إيه ذنبهم الغلابة والعيانين يموتوا منفجرين هنا؟ ترضاها؟ والنبي يا ابني، والنبي يا ابني سيبهم، والنبي احنا غلابة يا ابني والنبي. تضمنت الحلقة 23 من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي تقديم الإمام الشافعي عزاء في جد الطفل إبراهيم اللي قال له إنه هيمشي مع والدته لبلدهم بعد وفاة جده، لأن خاله هيبيع البيت اللي ساكن فيه مع أمه. وهنا بيتدخل الشافعي وبيتكلم مع الخال اللي قال له إن الله حدد نصيبه في تركة أبيه، وهنا بيذكره بالآية القرآنية اللي جه فيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ألا يكفيك هذا؟ يا جابر لا تنتقص من إيمانك. في الحلقة 23 من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع شهدت لقاء أحمد مكي مع دكتور ربيع اللي اتكلم معاه عن غضبه من موضوع عمته الكبيرة سما إبراهيم، واشتكى للدكتور ربيع همه وإن الكل دايماً شايف إن قلبه قاسي. اسمعني دينا تدعيت حداك معلومة زينة هتقولها في علم النفس، أهلاً وسهلاً. ما حداكش حاجة؟ معلومة؟ معلومة تعرفها أنت وأمثالك، إنما أنا عندي العلم، العلم اللي بيطلع منه المعلومات اللي بتعرفوها انتوا. شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ذهاب حنان للمركب علشان تشوف الجمبري رغم إصابتها، وهنا قال لها شنو أو أحمد عبد الحميد وربيع اللي هو رشدي الشامي بأنهم ما عرفوش يجيبوا تلج وإن الثلاث مصانع مش عاوزة تديهم. إزاي يعني ما فيش مصنع تلج تاني؟ الثلاثة مش عايزين يبيعوا. كنت شغال وتلجت المركب. كنا هنتكلف قد تمن الجمبري مرتين ثلاثة جهاز. وإيه اللي مخليك مطلع الطوالي بره كده؟ عم ربيع قال نعمل زي ما عملت السرحة الأولانية. ماشي صح، راحت باقي الطوالي. كمان شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل جات سليمة للنجمة دنيا سمير غانم اكتشاف سليمة ومحمد سلام لطيبة قلب الأقزام، واعترف الأقزام ليهم بأنهم قبضوا عليهم لأنهم عايشين في وحدة وعايزين صحبة جنبهم، بالإضافة لأنهم عايزين المساعدة علشان يبنوا بيتهم. لا لا خلاص ما تعيطش، أنا افتكرت إنك بتتكلم عليا عشان أنت قلت سليمة وأنا اسمي سليمة. لا لا أنت فهمتي غلط، إحنا نفسنا بس حد يساعدنا ونساعده يلعبنا ونلعبه. يا حبيبي مش تقول. طب بقولك إيه، ما اللعب مستجمعين ونجري منهم على طول، تحبوا تلعبوا إيه؟ أصل كل ما حد بيعدي من هنا ونطلب منه المساعدة بيسيبنا ويجري. معلش تلاقيه ما خدش باله. طب انا عندي حل، ايه رايكم نبقى اصحاب من غير شروط؟ موافقين؟ موافقين. في الحلقه الثامنه من مسلسل كشف مستعجل نجح الدكتور سهام عز الرجال في انقاذ والده يوسف من مودي الجزاز ونقلها البيت تاني، وخلال احداث الحلقه راح الدكتور سهام لبيت اسرته ولقى هناك هناء الشربجي منهاره في البكاء، وهنا وجهت له اللوم والعتاب على افعال زوجته ليلي بعد ما سمح لها باهانه والدته بدون رد فعل منه. ازيك يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ مالك يا حبيبي؟ قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين يا سهام يا ابن بطني.
ما هتسيب امك تتهان باللي يسوى واللي ما يسواش وما تجيب لهاش حقها. خلاص بقى اهدي يا سوسو بقى، مش اول ولا اخر اهانه. احداث الحلقه 23 من مسلسل سوق الكانتو شهدت ان صالح حكى لاخوه طه القماش اللي عناه في ظل الاسر من قوات الاحتلال الانجليزي وتعرضه للظلم وكرهه ليهم. كمان انفعل لما شاف ضابط انجليزي بيضرب مواطن مصري في سوق الكانتو، لكن طه طلبه بالهدوء. انا بكره الانجليز، بكره الانجليز قوي يا طه. ربنا ياخدهم واحد واحد يا شيخ، بس هتتعوض وهرجع شقاوة زمان. لعلمك اللي قاعد قدامك ده لسه شايف، ما يغركش انا عديتي في السوق. الحمد لله على السلامة اخويا. في الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة هدد شوقي فتح الله اللي بيجسد دوره الفنان منذر ريحانة اخته دلال، واقتحم العربية بتاعتها واتكلم معاها عن علاقتها ببلال شامة وازاي قدرت توصل له بعد 19 سنة، وايه علاقتها بخطف ابن جعفر العمدة. انت نسيتي بتكلمي مين؟ أنا شوقي فتح الله وجوزك اللي فرحانة بيه زمان ميت، لولا الرصاصة حودت شوية. ولا نسيتي يا شيخة ليه؟ ورحمة يوسف بدفنك بس بعد ما حزنك عليه. الحلقة 23 من مسلسل ألف حمد لله على السلامة بطولة النجمة يسرى شهدت أحداث متسارعة. أكد المسيطر إننا ناسوسو في الفيوم، وطلبت الدكتورة سميحة من بويكا إنه يجي لها بعربيته ياخدها للفيوم علشان يدوروا عليها علشان تاخد حقها في الميراث. طيب خلاص، تعالى أنت وفوقية اسهروا عندنا ونتعشى سوا وبعتوا عندنا وننزل كلنا الصبح بدري. لا، ما احنا لو جينا وقعدنا وكلنا وسهرنا مش هنصحى بكرة إلا بضرب الجزم. ليه؟ ما انت عارفه فوقيه هتقعد ترغي بقى وتفتح مواضيع. انا رايي اروح ابات في بيتي عادي واجي لكم قبلها بساعه ونزل على المشوار على طول. الحلقه 23 من مسلسل جميله بطوله ريهام حجاج شهدت استعانه جميله بضابط لتقصي امر رجب، وهنا طلب منها الضابط انها تطمن. كمان شهدت الحلقه نجاح شريف في الوصول لعنوان رجب عن طريق واحد من رجالته المسؤول عن مراقبه شهيره. طب خلاص، من غير ما تفوت عليا هنا عشان ما تعبكش، ممكن حضرتك تروح على المدرسة على طول أو تبعت حد ياخد أقوال الناس اللي شافوه؟ ما تقلقيش، موضوع المدرسة ده كده أنا هعمل فيه اللازم. وبالنسبة للبيت أنا عايزك تطمني خالص، لو جه في أي وقت هيتقبض عليه في ثانية. أنا أهم حاجة عندي عايز أعرف مين الراجل ده وعايز مننا إيه ومين اللي زقه علينا. كل ده هعرفه، مفيش مشكلة بعد إذنك. طب ثانية وصلك. لا لا لا، زي ما أنت زي ما أنت. مسلسل سر الباتع للمخرج خالد يوسف شهدت حلقة امبارح عثور الجنود الفرنسيين على جثة بيلو، ونابليون انتقم من الفلاحين بالمدافع وحرق بيوتهم وقتل العشرات منهم انتقاماً لقتل القائد الفرنسي. سيادة القائد، للأسف عندي خبر وحش. قول. وأنا سمعت خبر حلو من يوم ما جيت هنا. العساكر لقوا جثة بيلو. فرانسوا، هيا للبلد، انا ما بعتدرك، هيا للبلد، انا ما بعتدرك. تقدم. شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار تورط أخو مهرة أبو الليل في الاتجار بالمخدرات، وهنا اكتشف الكوماندا الموضوع وراح خطفه جوه المخزن الخاص بيه. انت عايز مني يا جابر؟ بتجري ورايا ليه؟ عاوزك تبقى راجل. وانت مالك؟ واطي عليا؟ عاجبك شكلك كده؟ بتشم يا خايب؟ بتشم؟ اشم يا جابر، ما يشمش ما يخصكش. شم يا جابر يا ولا عادي!